لا تخلو الموائد المغربية من طبق الحريرة خاصة في شهر رمضان، حيث تعد الحريرة طبقاً يومياً أساسياً في رمضان، فتعالوا نتعرف عليها. يعد حساء الحريرة وجبة كاملة تقدم عادة مع التمر والشباكية المغربية في المغرب وفي الجزائر. وفي الجزائر أيضاً تقدم بالبوراك أو المعقودة، أما في تونس فيطلق عليها الحسو أو الحسا، ويعد بالخمير أو بالنشا في العاصمة، وكذلك بالسميد أو دقيق الحواري في بعض الجهات، وتصنع بالسميد الرقيق، وهي وجبة كاملة يدخل ضمن مكوناتها العدس والحمص وبعض قطع اللحم الصغيرة، إضافة إلى الكزبرة الخضراء والبقدونس مع عصير الطماطم والقليل من الصلصة المعلبة، وتضاف إليها مجموعة توابل. كانت الحريرة تشكل الغذاء اليومي الكامل لسكان المغرب قديماً، لا سيما في المواسم الماطرة وأزمنة القحط والمجاعة، خصوصاً لدى قاطني الجبال والبوادي والرحل. ويرى المؤرخون أن أصلها يعود إلى بلاد الأندلس، وهناك رواية تقول إن ألفونسو الثامن أهدى جارية فاتنة الجمال إلى والي قرطبة بعد سيطرة الموحدين عليها، وكانت هذه الجارية تطهو الحريرة بطريقة معينة أسرت الوالي، ومنذ أن تذوقها أهمل زوجته وأولاده وأهمل الرعية، وصار يفطر طوال رمضان عند هذه الجارية التي كانت تزيد كمية الكرفس لتزداد رغبة الوالي في النوم. زاد هذا عزلته عن الخليفة وعن الرعية أيضاً، وسواء كانت هذه الرواية حقيقية أو لا، فقد انتشرت الحريرة في جميع أنحاء إشبيلية وغرناطة ومنهما إلى بلاد المغرب العربي. هل تريدون تجربتها؟ إليكم الطريقة. مكوناتها: كوب من الحمص، كوب من قطع اللحم، بصلتان، ثمرتان من الطماطم، ملعقتان كبيرتان من الزبد، ملعقتان كبيرتان من الشعرية، ملعقتان كبيرتان من الدقيق، ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم، لتر ونصف من الماء، نصف ملعقة صغيرة من الزعفران، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقتان كبيرتان من الكزبرة، ملعقتان كبيرتان من البقدونس. يتم نقع الحمص في الماء ويترك ليلة كاملة. نضع حلة على النار ونضيف فيها الزبد ونتركها حتى تسيح، ثم نشوح بها البصل المقطع إلى قطع صغيرة الحجم ويقلب حتى يتغير لونه إلى الأصفر. نضيف اللحم والملح والفلفل الأسود والماء ونتركها ثلث ساعة على النار، ثم نضيف الحمص. يتم وضع الطماطم المعصورة مع المكونات ويضاف إليها الزعفران مع التقليب. يتم إذابة الدقيق في الماء والقليل من صلصة الطماطم ويوضع على المكونات مع التقليب حتى يتماسك القوام. نضع الكزبرة والشعرية وتترك على النار قليلاً. يغرف الحساء في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.